أنا بلبل. يعني بصي أنا مش بعكس، أوكي عشان تكوني فاكرة إن أنا بعكس. أنا أول مرة في حياتي أعمل حاجة زي اللي أنا بعملها دلوقتي حالاً، إن أنا أوقف حد وأقول له أنا مين بلبل والجو ده. بصي هو اللي حصل كله إن أنا بصراحة لما شفتك حسيت إن أنا معجب بيكي وبجريك وبسرعتك، ما شاء الله أنت سريعة جداً. ممكن تعرف يعني أنا بلبل أنت اسمك إيه؟ إيه؟ هاي خالص أقول إيه؟ أنا ياسمين. هاي ياسمين. إزيك؟ إيه ده؟ يلا إجري. اجري. ياسمين كان معها حق انها تديني بالجزمه وقتها لانها افتكرت ان انا بعكسها. بس لطيفه والله. بس الحقيقه موقفها اتغير تماما بعد ما عرفت من واحده صاحبتها ان انا اصلا فاقد الذاكره ومش فاكرها. لا ده مش متذكر خالص. عم ايوب يخرب بيتك. ايه ايه في ايه؟ افتكرتك يعني لما مؤاخذه موت. بعد شر عليك. بقول لك ايه والنبي عم ايوب، عايز كتاب عن الهارمونيكا. ايه حكايتكم معايا؟ مش فاهم انا. معلش اصبر عليا. كتاب عن عارفها الهارمونيكا؟ عارفها؟ اه. عايز كتاب بقى عنها، اي كتاب عنها. ولان اكتر حاجه بتفرح البنات انك تهتم بالحاجات اللي هما بيحبوها، فكان لازم اهتم باكتر حاجه بتحبها ياسمين. ربنا يوفقك يا امل، ربنا يكرمك يا امل. بلبل انا خلصت بجد.